السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أنا الدكتور كريم عبد التواب، استشاري الأشعة التداخلية، مستشفيات جامعة عين شمس. النهاردة الحقيقة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو دور الانترفنشن راديولوجي في علاج البليدنج. ودي من الحاجات اللي أصبح لينا رول مهم جدا از انترفنشن راديولوجيست في علاجها، من أول نزيف المخ السريبرال هيموريدج، خصوصا السبأراكنويد بمعظم أنواعه، انكلودينج من أول الهيموبتسيز، لما بنشتغل البرونكيال أرتري امبولايزيشن، الجي اي تي بليدنج سواء كان ابر او لور، اليوتراين بليدنج في الفيميلز، واليوروجينيتال بليدنج عموما زي مثلا الهيماتوريا سواء في حالات الكانسر بلادر او في حالات الياتروجينيك بعد رينال بايوبسيز او بعد عمليات البي سي ان ال، كل عمليات المسالك البوليه. الحقيقه بقى لنا رول مهم جدا في كل انواع الهيموريدج دي، وده باستخدام الفاريوس امبولايزيشن تكنيكس. احنا الحقيقه اصبح عندنا تكنيكس كتيره جدا في الامبولايزيشن، وامبوليك ايجنتس كتيره جدا، منها زي ما احنا طبعا عارفين الكويلز والبارتيكلز، سواء هذه البارتيكلز كانت بيرمننت او تمبوراري زي الجيل فوم، اصبح عندنا البلاجز، اصبح عندنا الجلو زي الان بيوتايل سيانو اكريليت. كل الحاجات دي انا بقدر استخدمها، بتحل مشاكل كبيرة جدا كانت موجودة سابقا، وبنقدر بيها ان احنا نعالج حالات البليدنج دي. وشكرا لك.